وصفتنا لليوم إيطالية وبتتقدم قبل الطبق الرئيسي سواء الغداء أو العشاء، وهي الكابريزي سالاد، وهي من جزيرة كابري الإيطالية. أول إشي بدنا 4 حبات من البندورة، بدنا نقطعهم بهذا الشكل شوي خمال. وعلى صحن التقديم بدنا نرتب قطع البندورة بالشكل المائل بنفس هاي الطريقة. وهيك أنا خلصت من ترتيب البندورة. وبدنا 1/2 كيلو من الفريش موزاريلا تشيز، بقطعها خميلة بهذا الشكل. أنا هاي بجيبها مقطعة وجاهزة. وهلأ بدي أبدأ أرتب بقطع الجبنة بين حبات البندورة بالشكل المائل. أنا رح أكمل وبرجع لكم. وبدنا كمان 1/2 كاسة من أوراق الريحان الطازة، بدنا نحط بين البندورة والجبنة ورقة ريحان وبنخليها مبينة بنفس هاي الطريقة. رح أكمل ترتيب الريحان وبرجع لكم. وقبل التقديم بنضيف 4 ملاعق كبار من البلسمك جليز. و4 ملاعق كبار من زيت الزيتون. وبدي كمان أرش ملعقة كبيرة من الملح الخشن، بفضله علشان بيعطي منظر أحلى على البندورة. وبرش ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. وهيك صارت وصفتنا جاهزة لليوم. وبتتقدم فورا. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة لليوم، وبشوفكم بفيديو جديد.